الأخيرة في المرحلة الأولى من التصفيات. كرة يحاول الآن على مشار في منطقة تسديده. ليأتي من يأتي، الأخبر دائما بكبرياء، الأخبر دائما بأسماء، الأخبر دائما بتاريخ. سميحان، سميحان النابض يسجل ويضع الكرة بأول أهداف البطولة. استلم سدد بالقدم اليسرى. لا 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 لا. جميل جدا هدف سميحان بالذكاء والفطنة والدهاء. تعامل مع الكرة الغافية وسدد بالقدم اليسرى في الزاوية الصعبة على حارس المرمى سالم الهارش ليعطي الأخضر أول أهداف اللقاء. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه التسديدة اصطدمت أو يا دوب مرت شطفت على القائم الأيمن وسكنت شباك الهارش لتعلن عن أول أهداف بطولة كأس الخليج. والأخضر يتقدم الآن بأقدام سميحان. وصلت المحاولة وتسديدة خطيرة من الجهة الثانية. من جديد سميحان، لكن هذه المرة يحصل على ركلة جزاء، يحصل على ركلة جزاء. عبد الواسع المطري يتحدث مع سلمان فلاحي. هذه الكرة، هذه المحاولة، وهنا التدخل، هنا التدخل من الجديمة، من عماد الجديمة في هذه الكرة وهذه المحاولة. حاول في مرة الأولى مصعب الجوير، وبعد ذلك سميحان، سميحان النابت يأتي التدخل بانتظار تأكيد تقنية الفيديو، بانتظار تأكيد تقنية الفيديو على قرار حكم المباراة. هذه خلاص خلاص خلاص، رحلة جزاء، قرار سليم. برافو برافو سلمان فلاحي حكم المواجهة، اتخذ القرار المناسب واحتسب ركلة جزاء لمصلحة المنتخب السعودي على تنفيذها لاعب الهلال مصعب الجوير. مصعب الجوير هو اللي راح يلعب الكرة من علامة الجزاء من اجل الثاني الاهداف. سعد في الانتظار، وردان سعد شوي الاجواء باردة في مدينة البصرة من خلال هذه الايام التي تقام فيها بطولة كأس الخليج، لكن هنا فرصة من اجل الثاني. سالم الهارش في مواجهة مصعب الجوير، مصعب في مواجهة سالم من اجل الثاني الاهداف، سالم في مواجهة الهارش. الاخضر يبحث عن الهدف الثاني وسلمان ينتظر تأكيد تقنية الفيديو. سلمان ينتظر، تأكدت الامور، هي ركلة جزاء، هي ركلة جزاء سليمة. يتقدم لها مصعب، مصعب 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 يسجل. الثاني للأخضر، الثاني بأقدام مصعب الجوير يسجل ويضع كرة في شباك الهارش ويعلن عن ثاني الأهداف. هنا الآن من علامة الجزاء يأتي هدف آخر للأخضر، وبكرة في منتصف المرمى تقريبا لم ينجح مصعب سالم الهارش في التصدي هذه الكرة. وهنا من علامة الجزاء، لا والله في الجهات اليمنى، في الجهات اليمنى يسجل مصعب الجوير ويحتفل بطريقته الخاصة هنا في هذا اللقاء. هدف